تفسيريش ظروفي انا يعني شنو اعيش بيها؟ ها؟ عايش بيش حبيبي؟ ظروف حبيبي؟ شنو ظروفك؟ ايش صعبة صعبة تقولها علي. شكرا. شابة قاعدة وحدك تبكين. تقولي شي خايفة شويش حتى برجعنا. شكرا أهلي بس ظروف شوي. ظروف شنو؟ ظروف شنو؟ يعني عندها ظروف يمكن تطوح على وياتي. الله. هاي بنية شابة ممثلة اسمها عذراء الهاشمي من فريقنا، اجتي أخذت دور شابة عشرينية بالشارع تبكي. احنا كعراقيين عادتنا من نشوف حرمة بالشارع تبكي مستحيل انه نعوفها ونطلع بدون ما نسألها، بدون ما نعرض خدماتنا عليها. ايش تحتاجين خويا؟ شنو اللي يخليش تبكين بالشارع؟ محتاجة شيء؟ محتاجة فلوس؟ محتاجة تتصلين على شخص من اهلك؟ محتاجة واحد يوصلك المكان؟ شنو اللي تريدين؟ ليش جاي تبكين؟ هي بحد ذاتها من نشوف مرة تبكي بالشارع هاي عندنا صدمة، مثل ما هسه راح تشوفون بهذا الفيديو. العالم مصدومة، شيء جديد. قلبي انت عديت عليك شوي تبكين؟ شوي عندي ظروف ومشاكل. ها؟ شوي ظروف ومشاكل. تعرفي؟ لا شكرا رحمة الله. الله يعينك. شكرا احنا اخوتك. احنا اخوتك. على موتها؟ تفسيريش ظروفي انا شنو اعيش بيها؟ ها؟ عايش بيش حبيبي؟ ظروف حبيبي. شنو ظروفك؟ شنو ظروفك وقعدت تسولف وياها وتحكي تعال سولفي لي ليش تبكين؟ هاي ما تشوفها بغير مكان، انه انا على حساب وقتي واجي بدي اشوفها جاي تبكي وانا شعليه، واذا ما بكيتي بس بالعراق الموضوع يختلف، ليش تبكين؟ شنو اللي تحتاجيه؟ اريد اعرف، احنا هنا نعيش على ارض وحده وكلنا اخوه واريد نوقف وياك ونساعدك. ظروف ظروف عندي. شيء اكو واحد محاكيك؟ لا شكرا. اكو واحد محاكيك؟ لا شكرا عيني. تقولي محتاجه شيء؟ شكرا. شكرا. بعد ليش تبكين؟ ما في شيء ظروف. لا صدق. جد ظروف. الله. شكرا. الله. بدون زعالة. ها؟ تشوفون شخص بسيط يبيع لوز وفستق وحب و شافها تبكي اجى قبل انطاها شكلي من مزعلها يسال ذن البنات خل ارجع لهذا ارجع له ارجع له ارجع له من مزعلها من مزعلها ظروف شوي مو معقول ها لا شو بد ظروف ظروف شنو ظروف شنو خذي كل لوز يا اخي كرم وغيره ونخوه شنو انت العراقي؟ شوي ظروف عندي وقاعد ابكي يعني انت قاعدين مكان انا شكرا كثير مشاكل وظروف خلتني اجي هنا ساعدي تردين يعني؟ لا شكرا اهلي اشكرك عني قولي يا قولي يا امر خدمه شكرا اهلي دموعك غاليه لا تبكين نسيت انه انا متعينه صار لي 4 سنوات وعندي عقد انلغى العقد ما يحق لي اتعين ولا طلع اسمي بتعيين ولا شيء مني تثبيت صار 9 سنوات عايشه اهلي بعد بغير محافظه ضيعت 29 سنه من عمري ليك تشيل عادي كلنا عندنا ظروف ليش ماما لدين سادج؟ شكرا خالة ظروف شوية وتعبانة نفسيا ظروف كل احنا نمر بظروف ما واحد ما يمر بظروف ليش تبكي؟ ظروف الحياة شكرا صعب تقعد وحدك تبكين صعبة صعبة تقولها علي شكرا شابة قاعدة وحدك تبكين تقولي ليش هيك خايفة شويش حتى برجعنا شكرا اهلي بس ظروف شوي ظروف شنو؟ ظروف شنو؟ يعني عندها ظروف يمكن تطوح على وياتي. الله. يعني انا برايي اجمل لقطه صارت بهاي التجربه هذا الشخص اللي هو على باب الله ورزقه محدود وبسيط ويبيع لوز وتين مجفف وعلى الكورنيش شافها تبكي اجاها
الطاهة لوز الطاهة تين، بس لا تبكين، هدي من نفسك، انا اخوك هنا، منو اللي مزعلك؟ منو اللي حاكي وياك؟ منو اللي يعني منو اللي مسمعك حكايه؟ انت ليش تبكين؟ وهو بسيط يعني، هنا ما اعرف شنو اقول، ما اعرف شنو اقول وشلون اوصف هذا المقطع وشلون اوصف هاي الحاله. رغم البساطه الا هو كلش كبير بكرمه، كلش كبير بعطائه، كلش كبير بنخوته وغيرته اللي ما موجوده وما تشوفوها بس بالعراق. مباشره اجى الطاهتين هاش اخذي حتى تتغير نفسيتك، لا تبكين. شكرا اني شكرا اني يعز علينا انه نشوف بنية بصراوية عراقية قاعدة بالشارع وتبكي. اغلب الحالات واغلب الناس اللي مروا من يوم هاي الممثلة كان ردة فعلهم اللي احنا ما متفاجئين من عدها، لان احنا موجودين بالبصرة بمنبع الكرم والغيرة والاصالة، وتقول يعز علينا نشوف بنية بصراوية قاعدة بالشارع مثلش تبكي. ليش يعني؟ شنو اللي دافعك؟ مستحيل انه اكو بنية بالشارع تبكي وما حد راح يوقف يمها ويسألها. مجرد يعني اقل شيء ممكن يسويه انه يسألها ليش تبكين. يا عمري هاي تجربة اجتماعية كانت يا روحي. عمري حبيبي شكرا لسؤالك. تجربة لا مو صدقاني، ممثلة بس. يا دموعي حبيبي دموعي صدقية. يا عمري تجربة اجتماعية كانت يعني هذا برنامج هاي تجربة اجتماعية. شكرا لتقاعدكم ويعني شكرا شكرا عن اهتمامك وهاي تجربة اجتماعية كانت، وشكرا لتفاعل في يعني. أنا أشكرك حبيبتي يا قلبي. شكرا عني. شكرا خالة. شكرا إليش يا عمري. تجربة اجتماعية كانت تجربة اجتماعية؟ اي نعم. يعني انت ما تبكين هنا؟ ما مصدق بعد اريد يعطيها حلويات. انا ممثلة. اهلا وسهلا. شكرا هاي تجربة اجتماعية وشكرا لاهتمامكم وسؤالكم. شكرا أنا. طبعا واحنا نسوي هاي التجربة كنا متوقعين ردود الفعل اللي ممكن راح تلاقيها هاي الممثلة وهي قاعدة بنص الشارع او بالتحديد على الكورنيش على شط العرب وتبكي. شابة عراقية جميلة قاعدة تبكي وبالبصرة، بالبصرة شنو راح تكون ردة فعل الناس من يشوفون هاي البنية اللي قاعدة وتبكي؟ الأغلب تعاطف وياها، أقل شيء ممكن يسووه يسألوها أنت ليش تبكين؟ شنو اللي دفعك أنه تبكين بالشارع؟ صاير وياك شيء؟ محتاجة شيء؟ تريدين شيء؟ وأحد الأخوات قعدت وياها قالت لها أني يعني صار وياي ظروف و29 سنة من حياتي خسارتهن وتعيين و و و قعدة وكأنما تعرفها من زمان وصديقتها وقعدة تسالف وياها بس حتى تهديها وتعرف ليش تبكي وتقدم لها المساعدة. هاي تجربة اجتماعية سويناها بالبصرة. كل اللي ظهروا بهذا الفيديو عاشت إيدكم، وصلتوا رسالة للعالم عن الغيرة العراقية سواء كانت نساء أو رجال. الكل وقفوا أعطوا صور إيجابية جميلة جدا وإحنا موجودين بالبصرة. حلقتنا لليوم خلصت وانتهت، استعرضنا بيها رأي العرب بالعراقيين وجبنا مقاطع فيديو صورناها بالعراق وسوينا تجربة اجتماعية بهذا البرنامج حتى نبين الغيرة العراقية اللي إحنا من الصبح لليل نحكي بيها.